السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة مكناس، السيدات والسادة الحضور الكرام، تحتفل ولاية أمن مكناس اليوم على غرار باقي المصالح اللامركزة للمديرية العامة للأمن الوطني بالذكرى 67 لتأسيسها. وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني وأطر وموظفي هذه الولاية الأمنية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على تلبيتكم الدعوة لمشاركتنا لإحياء هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا. حضرات السيدات والسادة، في مثل هذا اليوم من سنة 1956 تفضل المغفور إلى جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه بإصدار الضير الشريف المؤسس للمديرية العامة للأمن الوطني في إطار تعزيز الصرح المؤسساتي للمغرب المستقل وتقوية بنيات الدولة الحديثة. وعلى نفس المنوال وصل المغفور إلى جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه رعاية وتطوير المؤسسة الأمنية من خلال التأهيل التدريجي لطرق تنظيمها واشتغالها بما يضمن أمن المواطنين على أرواحهم وممتلكاتهم. واقتداء بنهج أسلافه المنعمين في جعل أمن المواطنين من أولويات اهتماماته، وصل جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين في بناء المغرب الحديث، وأحاط أسرة الأمن الوطني بموصول عطفه وسابق رعايته حتى يتسنى لهذه المؤسسة الوطنية العريقة أداء رسالتها النبيلة المتمثلة في خدمة الوطن والمواطنين. ولتحتفل أسرة الأمن الوطني اليوم بهذه الذكرى الخالدة بكل اعتزاز وفخر، فإنها تجدد بهذه المناسبة الوفاء والعهد للسد العالية بالله على الطاعة والانضباط والدفاع بالغالي والنفيس على ثوابت البلاد ومقدساتها، والتفاني في خدمة أمن الوطن والمواطنين
في احترام تام لسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان كما أقرها دستور المملكة الشريفة. حضرات السيدات والسادة، إن المتتبع للشأن الأمني ببلادنا يدرك بجلاء حجم ومستوى التطور الذي شهدته مصالح الأمن الوطني في السنوات الأخيرة، سواء في مجال محاربة الجريمة بمختلف تجلياتها الوطنية أو العابرة للحدود، وذلك بفضل الأوراق الإصلاحية الكبرى التي لامست الجوانب اللوجستيكية والتنظيمية والاجتماعية والبشرية وتكريس الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تنزيل استراتيجيتها الرامية لتطوير وعصرة المرفق العام الشرطي وتمكينه من توفير وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والزوار على حد سواء. ومن أهم المشاريع التي عكفت المديرية العامة للأمن الوطني على إنجازها وإيلائها عناية خاصة إحداث المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، الذي تم تجهيزه بأحدث الإمكانيات اللوجستيكية يضاهي المختبرات العلمية والتقنية الدولية، حيث يعتبر الأول إفريقيا وعربيا، وتراهن من خلاله المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير آليات البحث الجنائي وتسخير العلوم والتقنيات الجديدة لدعم الأبحاث القضائية بالأدلة والإثبات لضمان حجيتها أمام السلطات القضائية التزاما منها بمبادئ حقوق الإنسان وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي أقرها دستور المملكة. كما تمثلت تجليات هذا التطور أيضا في خلق فرق متخصصة في مكافحة العصابات على مستوى المدن والحواضر الكبرى في محاولة الاستباق وإجهاض المخططات والأساليب الإجرامية التي تتسم بالطابع المنظم في تنسيق تام مع فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث التي تم إحداثها في السنوات الأخيرة، بهدف ضبط مختلف المعطيات التحليلية التي تساهم في القيام بكافة المقاربات الأمنية بين الأنشطة الإجرامية لمعالجتها من منظور تقني وعملياتي. كذلك تم إحداث مجموعة من المصالح المتخصصة في زجر جرائم محددة تطرح تحديات خطيرة أو بالغة التعقيد من قبيل المصلحة المركزية لمكافحة غسيل الأموال، فضلا عن خلق فرق متخصصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية أو ما يصطلح عليه بالجريمة السيبريانية. كما تم إدخال تغييرات جذرية على خلايا مكافحة العنف ضد النساء، والتي أضحت في ظل إصلاح جديد تحمل تسمية خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تعمل بتنسيق واتصال دائم مع السلطات القضائية، يعد لها مهام استقبال وإرشاد ومواكبة النساء ضحايا العنف. وفي إطار استغلال المديرية العامة للأمن الوطني للتقدم التكنولوجي خاصة فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، وقد قامت خلال هذه السنة بتوقيع عقد شراكة مع مؤسسة ميطا العالمية مالكة شبكات فيسبوك واتساب انستغرام عبر إطلاق آلية طفل مختفي. الهدف منها تعزيز الحماية الخاصة بالأطفال القاصرين وتسريع الأبحاث والتحريات الكفيلة بتحديد مكانهم في وقت وجيز، وذلك من خلال استغلال الخدمات التواصلية الكبيرة التي توفرها تقنيات المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي. وفي ظل تكريس حقوق الإنسان، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان على اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي، حرصا منها على توقيت مبادئ حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية وإرسائها في مناهج التكوين ولترسيخ دعائم الاتفاقية وبنودها. نظمت المديرية العامة للأمن الوطني دورات تكوينية وبرامج في مختلف المجالات ذات صلة كالوقاية من التعذيب وغيره من ظروف المعاملة القاسية وأنسن ظروف الإيقاف والاستجواب وأماكن الاحتفاظ والملاحظة، لفائدة كافة خطوة ومنظمة المديرية العامة للأمن الوطني وفي مقدمتهم رؤساء المصالح اللامركزة، على غرار ما دأبت عليه المديرية العامة للأمن الوطني بصفة اعتيادية لتوفير الضمانات المؤثرة للعمل الشرطي من خلال الاستثمار في حصص التكوين المستمر، سواء في المجال النظري الذي يراهن على ترسيخ البعد الحقوقي في التدخلات الأمنية، أو في المجال التطبيقي الذي يروم تعزيز ثقافة اعتماد الأدلة العلمية والتقنية في مختلف الأبحاث التي تباشر مصالحنا الأمنية في علاقتها مع السلطات القضائية. أيها الحضور الكريم، التزاما منها بالتوجيهات الملكية السامية التي جعلت مناط وجود مؤسسة أمنية هو خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، توافر فيها سمات متلازمة وهي النجاعة والفعالية والقرب، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن على الجاهزية والفعالية والاحترافية لتكون في مستوى انتظارات المواطنين وتطلعاتهم الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة المرتبطة بالجريمة الإرهابية بمختلف تجلياتها وتطور أساليب الجريمة على الصعيدين الوطني والدولي
خاصة جريمة التجارة في البشر، معتمدة في ذلك على بلورة استراتيجية خماسية لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها برسم الفترة الممتدة بين 2022 و2026، مواصلة للمخطط الخماسي 2018-2022، وتنزيلا منها للمحاور الكبرى التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني في هذا المخطط الخماسي لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها، فإن ولاية أمن كناس تعمل وفق مخطط أمني شامل ومندمج، الهدف منه تحقيق مقاربة متعددة الأبعاد يتكامل فيها الشق الوقائي بالوادي الزجري عبر تشخيص طبيعة الجريمة وبلورة طرق محاربتها سواء في الحالات العادية أو الاستثنائية، وذلك بمحاربة الجريمة العنيفة والتجارة في المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم الماسة بالممتلكات. كما ركز أيضا هذا الأمن الولائي على الانفتاح والتواصل مع المحيط الخارجي في إطار المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة والتكوين المستمر للموظفين في مختلف مجالات المعرفة القانونية والعلمية والمهنية ومستجدات الساحة الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بغية الرفع من مستوى أدائهم لتجويد منتوجهم الأمني في علاقة مع المواطن وخدمة الصالح العام، حيث استفاد هذه السنة حوالي 8623 موظف من 140 دولة كوبية في مختلف المجالات والتخصصات. وفي هذا السياق شكل تعزيز المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الأمن الولائي بفرقة محاربة العصابات دفعة قوية لجهود محاربة الجريمة، حيث تم دعم هذه الفرقة إلى جانب فرق العمليات التابعة لدوائر الشرطة والهيئة الحضرية شرطة الزي بوسائل نقل ومعدات متطورة، بالإضافة إلى منظومة جديدة ومتطورة من الأدوات الوظيفية من قبيل جهاز بلورات الذي يعتبر أداة موجهة للاستخدام في عمليات التوقيف المقرونة بعدم الامتثال والمقاومة من طرف المشتبهين المتورطين في أفعال إجرامية مختلفة. ويندرج إدماج هذا الجهاز ضمن وسائل التدخل الموضوعة لإشارة موظفي الشرطة في إطار سعي مصالح الأمن الوطني للتقليل من حالات استعمال السلاح الناري ضمانا للحفاظ على السلامة الجسدية للمشتبه فيهم تكريسا لمبدأ حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الإيقاف. حضرات السيدات والسادة، إن التغييرات المهمة والرجل الكبير التي أحدثتها تكنولوجيا معالجة المعطيات الرقمية في المجتمعات الراهنة وفي خضم الترابط الكوني المتنامي للعوالم الافتراضية انبرجت العديد من نقاط الضعف المستحدثة في الشبكات المعلوماتية التي أفرزت تهديدات جديدة ودائمة التغيير، غالبا ما تكون أكثر تعقيدا وتدميرا من التهديدات التقليدية والمخاطر الكلاسيكية، وهو ما جعل من الصعب في سياقنا المعاصر تجاهل أو إغفال قضايا الأمن السيبرياني. وفي هذا الإطار توفر ولاية أمن كناس على فرقة ولائية متخصصة في هذا المجال تولى البحث في قضايا ذات سلاح الابتزاز، تشهير، قرصنة، النصب، السيادة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية في السلاح غير المشروعة، استغلال الأطفال واعتداء الجنسي عليهم وغيرها. وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارتها وسائل وتقنية جد متطورة لرصد مختلف الجرائم السيبريانية، حيث عالجت هذه الفرقة من مجموعه 427 قضية خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2022 إلى غاية 3 ماي الجاري. تنضاف إليها نتائج إحصائيات التي تعكس حجم العمل والجهود المبذولة من طرف مختلف المصالح والوحدات التابعة لهذه الولاية الأمنية التي ساهمت في انخفاض هام في نسبة الجرائم المرتكبة مقارنة مع السنة الماضية بنسبة 18%، مما أبان عن قدرات مصالحنا الأمنية في حل القضايا المطروحة أمامها بنسبة إنجاز بلغت 92%، أي بزيادة 3% مقارنة مع نفس الفترة المشار إليها أعلاه. استرسالاً في عرض النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على مستوى هذا الأمن الولائي، تمكنت مصالحنا بتنسيق وثيق ومستمر مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إجهاض مجموعة من المخططات الإجرامية توجت بحجز كميات مهمة من المخدرات على اختلاف أصنافها، من حيث تم حجز ما مجموع أزيد من 3689 قرص تكبير مخدر بزيادة بلغت 324% مقارنة مع السنة المنصرمة، كما تم حجز ما مجموعه 726,932 كيلوغرام من مخدر الشيرة والكيف وكمية مهمة من مخدر الكوكايين. أما بالنسبة للعمليات الأمنية الميدانية المنجزة خلال هذه المدة فقد أسفرت عن إيقاف ما مجموعه 39,409 مشتبه فيه، من بينهم 3760 مبحوث عنه على خلفية جنايات وجناح مختلفة.
34,764 شخص تم ضبطهم في حال التلبس، من بينهم 885 شخص من أجل حمل السلاح الأبيض بدون سند قانوني. فيما يتعلق بالمجهودات المبذولة في مجال السير الطرقي والوقاية من حوادث السير وزجر المخالفات المرورية، فقد عملت وحدة المرور الولائية على تحضير مجموعة من الورشات ذات صلة بالسلامة الطرقية، شارك فيها عدد مهم من ممثلي فعاليات المجتمع المدني، وقد بلغ عدد المخالفات المرورية المسجلة طيلة هذه السنة 42,599 مخالفة، انعكست إيجابا على النتائج المسجلة هذه السنة بالنسبة لحوادث السير، حيث انخفضت بنسبة ناقص 14% مقارنة مع السنة الماضية. وإلى جانب ما سلم، تقوم ولاية المكناس مع باقي المتدخلين بتغطية ومواكبة أمنية لمختلف المهرجانات والتظاهرات الثقافية والرياضية والاقتصادية الكبرى التي تحتضنها مدينة مكناس، كانت آخرها الدورة 15 للمعرض الدولي للفلاحة الذي استقطب حوالي 923,000 زائر. وفي إطار تيسير وتبسيط تلبية طلبات إنجاز وتسجيل بطائق التعريف الإلكترونية، فقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم ولاية مكناس بوحدتين متنقلتين عبارة عن سيارتين مجهزتين بكافة الوسائل المعلوماتية ووسائل الاستقبال الكفيلة بإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة المواطنين القاطنين بالتجمعات الحضرية البعيدة والمناطق القروية والجبلية، حيث أنجزت المصالح الولائية بتوثيق الوثائق التعريفية التابعة لهذا الأمن الولائي إلى نفس الفترة ما مجموعه 97,797 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية، من بينها 41 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية لفائدة الأطفال أقل من 12 سنة، علاوة على إنجاز 1,202 قسم بطاقة تسجيل إقامة خاصة بأجل المقيمين بنفوذ حملة الكنس. أما بالنسبة لحماية المسارات السياحية وتأمين وفود السياح الوافدين على هذه المدينة، فإن الفرق السياحية التي تم تعزيزها بدورها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بعدد مهم من الأطر والموظفين وكذلك المعدات اللوجستيكية، عملت على تأمين 84,350 سائح أجنبي وافدين على هذه المدينة خلال نفس الفترة من هذه السنة. وتنزيلا لفلسفة القرب والانفتاح والتواصل المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، فإن ولاية أمن مكناس وإيمانا منها مفهومي الشرطة المواطنة والإنتاج المشترك للأمن، عملت على عقد ما يفوق 96 لقاء تواصليا مع ممثلي الساكنة وفعاليات المجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية. ونظرا للأهمية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للمؤسسات التعليمية، فإن مصالح ولاية أمن مكناس خاصة منها قضية تأسيس الوسط المدرسي والفرقتين المختلطتين المكلفتين بتأمين محيط المؤسسات التعليمية، تعمل على تواصل مباشر مع الأطر التربوية والتلاميذ وجمعيات آباء أولياء التلاميذ بغية تحقيق النجاح في مهامها المتمثلة في حماية الفضاء المدرسي من كل مظاهر الجنون والانحراف. فيما يخص الجانب الوقائي، فقد عملت الخلية المكلفة بالتحسيس بالوسط المدرسي إلى هذه الفترة على تقديم ما مجموعه 201 عرضا دراسيا استفاد منه حوالي 42,545 تلميذة وتلميذ موزعين على 201 مؤسسة تعليمية بحضور ومشاركة 160 جمعية ناشطة في هذا المجال. وفيما يتعلق بالجانب الزجري، فقد تم تطهير يعني محيط المؤسسات التعليمية عن طريق عمليات أمنية مسلسلة التي باشرت الفرقتين المختصين للأمن المدرسي من تسجيل 693 قضية زجرية تم على إثرها إيقاف 354 مشتبه فيه على خلفية تورط في قضايا مختلفة، وتراهن هذه الولاية الأمنية دائما من خلال هذه المجهودات على الرفع من منسوب الحصانة الذاتية للناشئة ضد مختلف مظاهر الجنوح والإدمان. وإدراك من هذه الأهمية التقنية باعتباره مدخلا أساسيا لإصلاح الإدارة وجعل المرفق الأمني في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأمنية، تحرص المديرية العامة للمواطني على تفعيل آليات مراقبة وتفتيش تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. حضرات السيدات والسادة، إن عناية المديرية العامة للأمن الوطني بموظفيها لا تقتصر فقط على الجانب المهني، بل تشمل أيضا الجانب الاجتماعي والصحي للموظفين المزاولين منهم والمتقاعدين وأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني، علاوة على ذوي حقوقهم والمتمثلة في الخدمات المتنوعة بين تقريب وتيسير الولوج للمرافق الصحية والاجتماعية
حيث عملت المصالح الطبية بولاية أمن مكناس القيام ب 16,400 تدخل توزعت بين الطب العام والطب النفسي وطب الأسنان والتروية الطبية وخدمات التمريض والنقل الطبي والرعاية محل السكن وغيرها من الخدمات الطبية. وفي مواكبتها الظروف الاجتماعية فإن المديرية العامة للأمن الوطني لا تتوانى في تقديم الدعم المادي لموظفيها في مختلف المناسبات تشمل أيضا المتقاعدين والأرامل والأيتام. وفي إطار الاهتمام بالمجال الترفيهي لأبناء وأيتام موظفي الأمن الوطني فقد استفاد من مقيمات الأمن الوطني صيف 2022 ما مجموعه 300 طفل وطفلة بالإضافة إلى مشاركة في مسابقة الإداء التربوي والفني من قبيله تلميذ القرآن والرسم الأداء المسرحي والعزف والموسيقى والتي تشرف على تنظيمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. وتحفيزا للتلاميذ أسرة الأمن الوطني المتفوقين دراسيا برأس الموسم الدراسي السابق تم تخصيص مكافآت وحوافز ومنح مالية لحثهم على المزيد من المثابرة في التحصيل والتعليم. أيها الحضور الكريم، على ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها المصالح الأمنية بهذه الولاية أغتنم هذه المناسبة لأشد بحرارة على أيدي كافة النساء ورجال الأمن الوطني بهذه الولاية الأمنية على ما أبانوا عنه من إخلاص وتفاني ونكران الذات لتحقيق النتائج الإيجابية المذكورة عاقلين العزم على المزيد من العطاء والتضحية بالغالي والنفيس خدمة للوطن والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة دام له النصر والتمكين ووفاء لشعارنا الخالد الله الوطن المجد. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أغتنم الفرصة وأجدد الشكر والامتنان للسيد عامل عمالة مكناس ولباقي مكونات السلطة المحلية بالمدينة والمجالس والهيئات المتقدة على الدعم المتواصل لمصالح الأمن الوطني بمكناس. كما أتقدم الشكر الجزيل للسلطات القضائية على إشرافها الدائم وتأطيرها المستمر لأعمال ضباط الشرطة القضائية. والشكر موصول أيضا لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وكذا مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على التعاون الدائم مع هذا الأمن الولائي وإلى كل مكونات المجتمع المدني والهيئات المنظمة وممثلي وسائل الإعلام على التواصل المستمر مع مكونات هذه الولاية الأمنية خدمة للصالح العام. وبهذه المناسبة السعيدة ألتمس من السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة مكناس أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمكناس بالتفضل برفع آيات الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأدام عزه داعين إلى الباري جلة قدرته أن يطيل عمر جلالته ويمتعه بموفور الصحة وتمام العافية. بارك الله في عمر مولانا الإمام أمير المؤمنين وأبقى جلالته ظفرا وملاذا لرعاياه الأوفياء وأقر عينه بولي عهده المحبوب الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة وشد أزره بسموه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.